كيف حالكم؟ شو الوضع يا عمي؟ على علامة الحلوة يا بعد استنى شو بدك تركي عليها حلوة شو؟ شو؟ الواحد بياخذ حلوة كان واقع على الصف نقلنا كثير وصلنا هون ما شفناش بعض يعني شو شفنا بعض يمكن بالشارع في اولاد صف اللي احنا مش شفناهمش صار لهم سنين يعني صرنا بالضبط 24 سنه اللي احنا ما التقيناش ما قعدناش هيك مع بعض بالفضل لمين اسا بالفضل بتشكر وسام قسيس وسام قسيس اللي هو بادر بالموضوع وبتشكر كل اخ وكل ابن صف اللي هو اجى وتواجد هون وبطلب يعني وبتمنى انه هذا اللقاء يكون مش لفترات متباعدة زي 24 سنة لفقط قللوها شوي يعني ست سنين بتكون أحلى لا كل سنة بنعمله كل سنة كمان حلوة
باكل من 40 سنة يعني أخرى 24 سنة احنا بنكون وصلنا 65 ختيارية كبار فكاس المحبة إن شاء الله دائما للجميع ونضلنا هيك نشوف بعض وإحنا مبسوطين صحة للجميع صحة سامعيني مية اخر 10 سنين هاي الظاهرة مش احنا بدينا فيها واحنا مش زعلانين بالعكس احنا قلدنا غيرنا ومرات التقليد هو شيء ايجابي توجناها وكملنا فيها بس ما قطعناهاش الظاهرة المحظور القاعدة اللي هي قاعدة اولاد صف جيل معين اكبر منه اصغر منه قاعدة دائما ما عاد احنا صدفة مرة صاروا قاعدين مرتين وانا لا فحسيت حالي محرج احنا فعلا هيك عشان فعلا محرج ما بسمع غير مواليد 75 مش قاعدين بعدها فقلنا بتصبح كل يوم انا برواندا رواندا انسانه نشيطه بتقوم على ثنتين تخبز انا بروح بعد الشغل تبعي جديد بروح بفوت اجيب خبز الساعه 5 دائما رواندا من النشيطين الساعه 2 بتقوم على 5 بتصبح فيها وبتقول لي وبسمعها وريم ووسي وطبعا كثير شاركون شو مع وصفنا وبكفي عاد ما نقعد قلت لها خلص ما نقعد قاعده مع بعض وفعلا ساعدونا كانوا حيوين كثير في تكنولوجيا اسمها واتساب فوتنا الواتساب وبلشنا نفوت اسماء وهيك بلشت وهي الواتساب فعلا تكنولوجيا حلوه فيها كانت دراما كثير ونكت وضحك سمير خميس ختمتها بشكل حلو ويطول وجهي فيها والكل كان عنده قصص وعن جد فعلا فمن ساعتها بلشنا فيها القصص صار لها كم شهر مبين التاريخ وانت بلشنا فيها وقلنا لازم نقعد مع بعض وانا بقول شغله وحده كل واحد منا هون مر عليه جيل معين بس اول جيل بلش حياته هو الحضانه الروضه والابتدائي ثانوي جامعه مخللات وشغل زي الابتدائي ما فيش كل عمري انا وانا بالجامعه بشغل اشتغل ابتدائي كان تسع سنين من الحضانه الروضه بتبدا للتاسع اكثر جيل كنت اشتغل قدام افضل فيه بس يكبر واحد بحين اكثر فبلشنا عن جد فعلا كان ما بنساش منال ساعدتنا كثير شجع نادر كان بالميدان في كثير طبعا في ظروف خاصه في شيء يشتغل اكثر في شيء اقل في شيء يتحمس في ظروف احنا ما بنلومش حدا طبعا وبننساش اللي توفوا اثنين مرحومين بننساش اللي بالغربه وبننساش اليوم مرضى في اثنين وفي كم واحد اللي تساهلوا برا فالكل اشتغل فيش ما بنلومش حدا من ساعتها بلشت القاعده وكنت متفائل واوبتيمي انه القاعده تيجي لانه بيك عن البدايه الابتدائية ولا واحد بنسى الابتدائية اللي هي فعلا انساها احنا هون اليوم موجودين جد مبسوط اشي مؤثر كثير انبسطوا كيفوا احنا بنحاول قدر الامكان طبعا حكوا معي بالصدفة صار في ناس من ترشيحة بشوفهم من حصوطة ومن فوش ترشيحة لن نعملش على اشي قدري يعني قدري محلي شمالي مش قلنا له ان هاي الموقع موجود صرنا فيه 32 بدكم نزيد عليه فيش مشكلة حديث 100 بس